السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة الأحرار في مكنتو داخل أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم. نتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما تنقول دائما الله يحفظ هذه البلاد هذه من كل شر. إذا إخواني أخواتي، كيف ما شفتوا في العنوان، موضوعنا هو جريمة قتل وقعت بمدينة الدار البيضاء، جريمة قتل لعلى إثرها بادية لحد الساعة تحقيقات عميقة من أجل يعني الوقوف على كل حيثيات هذه الجريمة اللي راح ضحية ديالها سائح عربي إحدى الوحدات الفندقية بمدينة الدار البيضاء وبالضبط بالشريط الساحلي. لكن قبل إخواني أخواتي ما أننا نغوص في تفاصيل هذه الواقعة وهذه الفاجعة، كندعوكم أنكم ما تبخلوش علينا بلايك الفيديو، أيضا بالاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد للأعمال والقضايا اللي تنقوم بها، وأيضا بالمشاركات، وهذا فضل وكرم منكم إخواني أخواتي بطبيعة الحال. فاليوم إخواني أخواتي فتحات الشرطة القضائية واحد التحقيق يعني في قضية ولا في جريمة بشعة اللي وقعت في وحدة فندقية راح ضحية ديالها سائح عربي، سائح عربي في إحدى الوحدات الفندقية واللي ما غاديش تذكر الاسم ديالها بطبيعة الحال. ففي الليل يعني حاول أنه يدخل لابوات ديال هذا الفندق اللي موجود على الشريط واللي كاين في الشريط الساحلي بمنطقة تابعة أمنية لمنطقة أنفا، فحاول أنه يدخل لواحد لاكاب أو لابوات اللي كاينة في الوطيل يلدى به، يعني كيمنعوه سبعة ديال الأشخاص وأبرحوه ضربا حتى وافته المنية بسبب هذاك الأمر. الآن التحقيقات إخواني أخواتي جارية من أجل يعني تحديد مسؤوليات سبعة أشخاص، الآن التحقيقات شاملهم والبحث القضائي شاملهم من أجل تحديد كل واحد والمسؤوليات دياله، وأيضا إحاطة الرأي العام بكل المعطيات بخصوص هذه الواقعة وهذه الفاجعة اللي راح ضحيتها هذا السائح العربي، واللي ما معروفش لحد الساعة إخواني أخواتي واش هو من الناس اللي يعني عنده مقيم في هذاك الفندق أو لا، يعني غير جا وبغى يدخل لابواط لحد الساعة شي حاجة ما معروفة. كاينة واحد العتامية، التحقيقات بدات اليوم، الجريمة وقعات اليوم، ف يعني أمر كيهم يعني السياح وهذه الأمور. أصلا حنا كنعرفوا التحقيقات في قضايا الإجرامية كتكون في واحد السرية كبيرة وكبيرة جدا. اللي معروف هو أن اللي متابعين يعني أغلبيتهم في لاسيكيريتي، الناس ديال الأمن الخاص. هاد السيد واش كان سكران، واش كان فوت، واش دار عربدة، واش شي حاجة وقعات أو لا تصرف شي تصرف، كيفاش حتى وقعت الأمور هذه كلها، أكيد التحقيقات غادي تكشف لنا وغادي نعرفوا شنو هو السبب. وأيضا اللي مهم أيضا هو شكون هو هاد السيد ومنين الدولة ديالو، يعني كل هاد المعلومات ما خرجاتش لحد الساعة حتى شي سفارة عربية ما خرجاتش شي بلاغ ولا شي بيان اللي تبين واش هاد لما كينتمي اش من دولة عربية من الدول العربية. كيف ما كتعرفوا السياحة في المغرب يعني كاين عدد كبير ديال الوافدين من الدول العربية اللي كيجيو يزوروا المغرب لتنوع المناخ ديالو والجمالية اللي فيه. لكن اليوم قدر الله هذا الحادث عرضي اللي هو حادث استثنائي، ف كيف ما قلت تحريات والتحقيقات في البداية ديالها، فغادي نتبعوا هذا السيناريو ديال هذه الفاجعة وهذه الواقعة هذه فين غادي يوصل وشنو هما يعني المصير ديال السبعة الأشخاص اللي متابعين في هذه الجريمة اللي اليوم هزت الرأي العام بمدينة الدار البيضاء. فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء صباح اليوم الثلاثاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لسبعة أشخاص يعملون في مؤسسة فندقية يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح
المفضي إلى الموت. وأوضح مصدر أمني لموقع هيسبريس أن مصالح الأمن كانت قد توصلت بإشعار حول وفاة سائح أجنبي من جنسية عربية بعد تعرضه للعنف من طرف العاملين بمؤسسة فندقية بالشريط الساحلي للمدينة بسبب خلاف عراضي حول الدخول إلى ملهى ليلي تابع للمؤسسة السياحية المذكورة، وهو ما استدعى إيداع جثة الهالك بالمستشفى رهن التشريح الطبي وفتح بحث قضائي مع المشتبه فيهم. يعني الجثة الآن كما قلنا بروتوكول ديال التشريح الطبي ولا بد ما غادي يكون، لكن العامل ديال الوفاة معروف هو هاد الأمور هذه. ربما تكون عوامل أخرى، السيد عنده مرض وعنده ضيقة ولا عنده شي حاجة اللي تقدر تأدي ويه الأمور هذه، غادي تكون فارضة الوجود ديالها، ولكن كيبقى ذاك العامل الكبير هو يعني الشجار أو الضرب أو شي أمر بحال ما هاد الشكل هذا. وقد تم الاحتفاظ بثلاثة من بين المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم إخضاع أربعة آخرين لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا رصد وتحديد مستوى ودرجة تورط كل واحد منهم في المساهمة والمشاركة في هذه القضية. بطبيعة الحال إخواني أخواتي، لأن الأمن والعدالة راه خاص يكون إنصاف، ماشي سبعة مثلا، ماشي سبعة كلهم غادي يكونوا ارتكبوا الجريمة، ربما كل واحد وبحسب المساهمة ديالو في وقوع هذه الفاجعة ووقوع الجريمة ووقوع هذا الأمر، اللي بكل صراحة على الرغم بجهلنا بالأسباب ولا الدوافع ولا، فرجل الأمن في وحدة فندقية، الناس ديال الأمن الخاص في الوحدة الفندقية تكون عندهم واحد الكومونيكاسيون، واحد التواصل، يعني واخا يكون الانسان زبون، واخا يكون سكران، واخا يكون تعربد، واخا يكون يدير اي حاجه، ف كيكون واحد التواصل، كيكون واحد الهضم ديال الامر، لان كلشي كيتسمى عمل وكاين واحد اللباقه في التصرفات. لكن حنا غادي نتسناو التحقيقات هي اللي غادي تبين لنا، وكيف ما قلت حجم تدخل كل واحد في هاد السبعه الاشخاص اللي متابعون في هذه الجريمه. وايضا نتسناو يعني نعرفوا شكون هي شنو هي الجنسيه ديال الضحيه السائح العربي اللي تعرض لهذه العمليه، يعني نشوفوا اشنو اللي غادي تسفر عليه كل التحقيقات اللي كيف ما قلنا مازال بزاف ديال علامات الاستفهام، مازال بزاف ديال الاسئله بخصوص هذه الواقعه، ما معروفاش الاجوبه ديالهم. فكيف ما قلت على غير يعني الهويه ديال الضحيه، وايضا اشنو اللي وقع بالضبط، شنو هي الدوافع اللي ادت الى وقوع هذه المشاجره اللي من بعدها وقعت الوفاه للاسف الشديد. ان لله وان اليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل. ختاما اخواني اخواتي، كنتمنى انني نكون سلط الضوء بالشكل الكافي على هذه الواقعه وهذه الفاجعه. كنتمنى لكم تمام الصحة والعافية، وكندعوكم أيضا أنكم ما تبخلوش علينا بلايك الفيديو وبالمشاركات وبالاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس، باش دائما إخواني أخواتي توصلوا بالجديد ديال الأعمال والقضايا اللي تنقوم بها. وخير الختام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.